وينضم إلينا عبر الهاتف الناشط السياسي عيسى مسلم السقطري. أهلا بك أستاذ عيسى، ما الذي حدث اليوم في حفل إشهار لجنة الاعتصام السلمي في الجزيرة تحديدا؟ حدث اليوم اختي الكريمة ان هناك مجموعة من المشايخ تداعوا لاجتماع عقد في منطقة في حال شرق الجزيرة. هذا الاجتماع ياتي في سياق الخلاص والفكاك من الميليشيا الانتقالية التي مارست ابشع او ابشع اصناف الاذلال والمهانة لمواطني قبيلة سقطرى من خلال تجويعهم ومن خلال الأجلات المتوالية والمستمرة عليهم منذ انقلاب ميليشيا الانتقالي في 20 أو في 19 يونيو المنصرم. وبالتالي اليوم ما تمارس هذه الميليشيات بحق المعارضين وبحق الذين يقفون في وجهها ويقفون ضدها ما هو إلا سلوك أرعن، سلوك يأتي في يعني من محاولة أخيرة في النزل في اللحظات الأخيرة لهذه الميليشيات التي تعاني من السخط الشعبي المتنامي. نعم. والمتزايد. نعم عيسى، ولكن ما هو مصير القيادات الاعتصام المختطفة الآن؟ أين هم تحديدا؟ لا، ما يقل أختي الكريمة من محاولات لهذه الميليشيا من اختطاف، من سجن، من محاولات تخويف ومحاولات اتيان بجنود وقوات مدججين بمختلف الاسلحه تجاه اناس عزل وتجاه اناس سلميين. يعني الشعارات التي خرجت بها هؤلاء خرج بها المشايخ اليوم في هذا الاجتماع هي شعارات تنادي بعوده الدوله، شعارات تنادي بعوده مؤسسات الدوله، تنادي بحضور القوي للشرعية هنا في سقطرى بعد الانقباض عليها من هذه الميليشيا. كل الشعارات أصبحت يعني الشعارات التي نادى بها الناس اليوم في حالة أو في هذا الاجتماع هي شعار لا للميليشيا، لا للفوضى، لا للأزمات. نعم، ولكن ما تأثير تشكيل لجنة الاعتصام في سقطرى على المشهد الحالي في الجزيرة اليوم؟ نعم، كيف يؤثر تشكيل لجنة الاعتصام في سقطرى على المشهد الحالي في الجزيرة اليوم؟ أتوقع أن عجلة الرفض وعجلة الاستياء الشعبي وعجلة السخط المتزايد تجاه هذه الميليشيا يوم، لأن هناك إن شاء الله يعني أتوقع أن هذا المكون والناس أقول لك يا أختي الكريمة بصراحة اللفظ أن الناس سلموا من تواجد هذه الميليشيات، سلموا من حضور الملشنة في شوارع حبيب المسالمة، سلموا من عودة من لا دولة هنا في محافظة أرخبيل سقطرى. يسافر الواحد منا إذا يريد أن يقطع جواز في محافظة المهرة أو في محافظة حضرموت أو في أي محافظة ويخسر 700 ألف ريال إلى مليون ريال، هذا بسبب هوية وبسبب وثيقة يريد أن يحصل عليها للتنقل من محافظة إلى محافظة أخرى. نعم، أشكرك جزيل الشكر الناشط السياسي عيسى مسلم السقطري، كنت معنا عبر الهاتف، أشكرك على هذه الإفادة.